تعالى بقى للاعب المباراه اللي هو بيكون بشكل واضح جدا عبر احصائيات او عبر بعض المحللين اللي جم اختاروا لاعب الجوله، ودي لاعب المباراه، ودي برضو مش هتقدر تظبطها لسبب بسيط جدا. انت لو جبت شركه رايه، مع كامل احترامي وتقديري، هتلاقي نفسك رايح للاعب اللي النادي بتاعه عنده شعبيه. يعني الاهلي بيلاعب نادي معين، الاهلي عايز تجيب لاعب منه وتعمل له رعايه كويسه وشركه الرعايه وتبقى الجايزه على شركه، هتجيب لاعب من الاهلي. ولو الزمالك بيلاعب نادي معين هتجيب لاعب من الزمالك، ويمكن شفناها في كاس العالم للانديه لما اتقال لابو تريكه البس انت هتبقى ثالث افضل لاعب في البطوله، وبعد كده رونالدينو هو اللي خد الجايزه لان برشلونه خسر في النهائي، وبالتالي كان في شيء من انواع الدعايه والاعلان. القصه دي باختصار شديد مش دورنا ولا دور الناس اللي بتنتقد فيها، القصه باختصار شديد هي دي ناس بتتكلم في قصه شعبيه النادي الاهلي اللي بتكشف القصه دي، لكن النائب احمد دياب وضح الكلام ده ووضح اللائحه، ومن البدايه اذا كان في لائحه يعني، او خلينا نقول بلاش كلمه لائحه، خلينا نقول ايه البروتوكول اللي تم اتباعه في تحديد لاعب المباراه، افضل لاعب في المباراه وافضل لاعب في الجوله. تعالوا نسمع النائب احمد دياب عشان هنكمل بده لنهايه الموسم، لان احنا مش هنسمح باي ضغوط تفرض على رابطه الانديه تغير القصه دي عشان البعض خايف من قيمه وشعبيه النادي الاهلي. الناس هنا بتتساءل، انتوا عملتوا استفتاء على افضل لاعب في الاسبوع، افضل لاعب في الاسبوع ما طلعش افضل لاعب في ولا مباراه. انا مبسوط جدا. مش مبسوط بك النتيجة، مبسوط ان الناس سألت السؤال ده؟ لا مبسوط فعلا من الانجيجمنت. خلينا نوضح للناس اكتر، يعني الفكرة كلها ان النهاردة حصل حالة من التفاعل على الموضوع ده. خلينا نوضح للناس، فرصة ان انا محاك النهاردة ونوضحها للناس. المان اوف ذا ماتش او احسن لاعب في المباراة دي في ادارة محللين اداء قبل خمس دقايق من نهاية المباراة بيختاروا مراقب المباراة مين هو مان اوف ذا ماتش ده. دي الحاجة الرسمية والجائزة الرسمية المقدمة من رابطة الأندية لمان اوف ذا ماتش. من السنة اللي فاتت احنا بنعمل على السوشيال ميديا تفاعل مع الجمهور كل جولة، دي مش جائزة رسمية، دي جائزة الجمهور بناء على تصويت الجمهور. صح، دي موجودة معانا من الموسم اللي فات، ملهاش علاقة خالص بمان اوف ذا ماتش. هي النهاردة لو حضرتك رجعت صفحة الرابطة هتلاقي، لا يعني سيادة النائب الناس بتقول ايه؟ أنا النهاردة مثلا طلعت افضل لاعب في مباراه كويس، وعندي زميلي طلع افضل لاعب في مباراه، يجي تيجي الرابطه تعمل التصويت على ثلاث لعيبه. ما هي مش الرابطه، خليني بقى اشرح لحضرتك. هي الرابطه، انا يا ريت لو هم في الاعداد يجيبوا لحضرتك صوره الاستفتاء دي نازله ازاي. طب حطوا لنا يا جماعه بعد اذنكم. نازله من غير اسامي، هو ده اللي انا عاوز اشرحه. استفتاء الجمهور ده حضرتك احنا يعني الجمهور هو اللي بيحط الاسامي بالظبط كده، هو ده الفوت اللي حصل، فطلع ثلاث اسامي وفي الاخر طلع واحد. يعني انت قصدك ان الناس هي اللي صوتت على الاسامي دي، فانتوا صفيتوا الاسامي دي لاول ثلاثه على الفوت بتاع الناس، على اول ثلاثه بالظبط، اختاروا منه واحد واختاروا منه واحد. مش انتوا اللي حطيتوه خالص. باختصار شديد الامور واضحه. طب احنا ليه عاوزين نلغي القصه دي بتاعت جائزه التصويت والرابطه؟ لان دي بتطرح ما لا يدع مجال للشك، فوارق في الشعبيه الجارفه للنادي الاهلي مع الانديه المنافسه، لدرجه ان البعض بدا يتحجج يعني حجج كده عن غياب جماهير نادي الزمالك عن التصويت او المشاركه في الاستفتاء. لكن القصه باختصار شديد، التصويت لا امور فنيه ولا امور داخل الملعب ولا مساهمتك في المباراه، هي امور حب وانتماء فقط لغير. مشجع الاهلي هيختار لاعب من النادي الاهلي، مشجع الزمالك هيختار لاعب من نادي الزمالك. اذا الطرح هنا هيوضح ايه؟ هيوضح مدى شعبيه النادي الاهلي وشعبيه نادي الزمالك وشعبيه غزل المحله وشعبيه اي نادي. طب ده هيظهر مع كمان الاحصائيات المختفيه، يعني لما يكون في احصائيات تقول لك في دراسات عملت شعبيه، فدراسات مش معلنه للجماهير، لكن دي هتبقى كل اسبوع في طرح لشعبيه النادي الاهلي امام الجماهير، وبالتالي كان في ضغوط على رابطه الانديه انها تلغي جائزه التصويت وتحولها لجائزه نقاد. فنتمنى ان اللي بدا بيه رابطه الانديه مش الموسم ده، ده كمان من الموسم الماضي تستكمل بيه. وعشان تشوفوا قصه الشعبيه ممكن نستعرض نتائج الجولات بالكامل من اول جوله لحد الجوله الثامنه. هو مش عشان تشوفوا قصه الشعبيه بس، هو عشان نعرفهم ليه هم عايزين يلغوها. بالزبط. يعني الطبيعي ان انت لما تشوف الارقام دي هتعرف ان لا، لازم انت لو منتمي لنادي اخر يبقى عندك مشكله، حقيقي لازم يبقى عندك مشكله. طبعا نستعرض الجولات اللي فاز فيها لاعبي الاهلي وشوفوا النسب. انت هنا عندك الجوله بتاعه كريم فؤاد. كريم فؤاد لا، ديانج اول حاجه 70%، ديانج 70.7%، ايبوكا شيكابالا كان 28%. انا بقى هقول لكم حاجه، هنا
ليه 28% وليه ما شفتوش النتائج دي تاني؟ يعني كان في نفس ان نقدر ننافس، يعني في الاول كان في بصيص من الامل كده منحوا البعض ان طب يلا ونصوت، لقوا الموضوع النسب مختلفه جدا 70 ل 30%. طب بعد كده الوضع كان ايه؟ كان حمدي فتحي 90% او ما يقرب من 90% 89.2، لاحمد ابو الفتوح 10.3. هنا بدات القصه تبان ان يعني القصه مع الاهلي هتبقى صعبه يا اسامه، فبدا البعض يبدا بقى يحس ان خلاص. خلينا نوضح بس ان خالد قمر كان جايب 4/10 وابوكا في الاولى كان جايب 7/10، ده بيؤكد على فكره يا جماعه ان القصه شعبيه، ممكن يكون خالد قمر عامل يعني جوله هايله جدا. لكن في الجوله الثالثه كانت المنافسه ما بين كريم فؤاد وزيزو، وطبعا دي اللي عملت الازمه الحقيقيه، لان زيزو افضل لاعب في الموسم الماضي من قبل يعني كل المنتمين لنادي الزمالك، هم شايفينه هو الافضل. كريم فؤاد عمل 93% في الجوله، وزيزو عمل 5.8، وكريم بامبو لاعب البنك الاهلي عمل 6/10. الفارق واضح جدا، وان كان زيزو يعني الجماهير بدات تشتغل عليه في جوله ثانيه وزادت النسبه دي في الجوله الخامسه. طبعا الجوله الرابعه خدها الشناوي باكتساح باكتساح، يعني ما كانش في حد بيتكلم غير عن الشناوي، فخدها الشناوي باكتساح. الجوله الخامسه كان برونو سافيو داخل امام عاشور، وداخل معاه احمد بالحاج لاعب اسوان، ويعني الحقيقه احمد بالحاج لاعب اسوان كان بيقترب جدا من امام عاشور 2.4، امام عاشور 3.1، ودي بالنسبه لي نسبه غريبه جدا، يعني تحيه لاسوان ولاهلنا في الصعيد اللي عاملين شغل عالي جدا، و94.5% لبرونو سافيو. طبعا النسب واضحه يا اسامه، وواضح يا جماعه التاثير النوعي. احنا هنا بنكلمكم مش في ارقام اللعيبه كسبانه بيها افضل لاعب في الجوله، احنا بنكلمكم في ما هو اهم. ليه في بعض اللاعبين رفضوا يستلموا جوائز؟ لان هي دي القصه. انا ما تعاقبنيش كجمهور اهلي، انت عامل لي حاجه بالتصويت انا نتيجتها. وبعدين لجان ايه يا جماعه؟ انا عشان افتكرت الموضوع ده لانه مضحك جدا، لجان ايه؟ 200,000 واحد النادي الاهلي جمهوره مش هيعرف يدخل يصوت فيهم؟ يعني احنا بنتكلم فيها يا جماعه، الجمهور الاكثر شعبيه على مستوى افريقيا مش هيعرف يكسب لاعب بتاعه في التصويت؟ احنا بس إيه؟ مش هينفع نعدي الجوله السادسه، لان الجوله السادسه دي افضل لاعب فيها كان اكرم توفيق، فمهم جدا نعرض نسب اكرم توفيق لان دي مهمه بشكل كبير جدا. وهنا التطور اللي حصل على امام عاشور من 3.1 في الجوله الخامسه، يعني جماهير الزمالك شدت حيلها شويه ادوا له 10.4، ولكن اكرم توفيق ربنا يرجعك يا مفاسا في اسرع وقت ان شاء الله ب 87.2. ومحمد حمدي زكي ايضا لاعب اسوان، وتحيه ثانيه لاسوان ب 2.4. اما في الجوله السابعه ما كانش فيها لاعب من الاهلي، لا الجولة السابعة دي بقى لا ما كانش فيها لاعب الاهلي، لان كنا متعادلين والناس زعلانة، فدي كانت شعبية لاعب غزل المحلة طبعا. فريق غزل المحلة وشعبيته كبيرة جدا، انا متهيألي هي كده الشعبية الثانية في التصويت بعد النادي الاهلي، هي شعبية احمد الشيخ لاعب غزل المحلة 82.9، ويوسف اسامه نبيه اللي كان سجل هدف قاتل في الدقيقه 96 17.1 اللي بدأنا بيها. الجوله بقى الثامنه دي وهي جوله علي معلول، يعني خلينا نستعرض الاول ونقول ان علي معلول 90.2 وزيزو 9.4 بعد كل يعني الشحن ويلا يا جماعه عشان خاطر زيزو، ومصطفى فتحي كان 4/10. الجوله دي هنقف عندها في نقطه مهمه جدا، لما بدا يكون في ضغوط على الرابطه وبدا تستشعر جماهير النادي الاهلي ان ممكن المسابقه دي اللي هي للجماهير تنتهي، فحصل ايه؟ حصل ضغط على الرابطه. الرابطه اول ما نزلت اعلى تقريبا نسبه تصويت حصلت على الجوله كانت على الجوله دي ما يقارب 250,000 صوت، 220 تقريبا الف صوت بالتحديد كان نسبه علي معلول فيها 90.2، ودي اللي كان الجوله اللي بيتكلم عنها بعض الاعلاميين المنتمين لنادي الزمالك ان الوضع خلاص هيتغير وهتبدا جماهير نادي الزمالك تاخد بالها. فوصل زيزو ل 9.4 واكتسح علولو معلول التصويت في يمكن اعلى عدد اصوات حصل في التسع جولات السابقه. طبعا اكيد يا اسامه هنستمر في فقرتنا، بس مهم جدا نقول لكم برضو اللي بيجي لنا تباعا، لان ده قبل اي شيء كتير جدا من جمهور النادي الاهلي انتقل لمدرجات جمهور الاتحاد، والاثنين كانوا بيتعذروا في فكره نقل مصابين، ولحد دلوقتي ما عندناش معلومه اذا كان مؤكده اذا كانت المباراه اتلغت ولا لا، ولكن اللي عندنا معلومه بيه ان طبعا في مصابين كتير بيتم نقلهم دلوقتي
نتمنى لهم السلامة، لأن زي ما بنقول لكم ده قبل أي حاجة وقبل أي شيء في الرياضة إن شاء الله بإذن الله. طبعا أنا متخيل يا جماعة في المشاهد اللي زي دي أي حد في البيت عنده حد موجود في المدرج بيبقى عامل إزاي، لحظات بتبقى صعبة جدا حتى لو حاجة بسيطة، اللي مش موجود في المدرج وشايف ابنه شايف أخوه شايف قريبه شايف ابن عمه شايف حد منه بيبقى حاسس إن اللي حصل في المدرج هو أسوأ حاجة ممكن تحصل في الدنيا حتى لو هي بسيطة. فنتمنى فعلا تكون بسيطة، ونتمنى إن شاء الله الناس كلها تروح بيتها بالسلامة، ونتمنى إن نشوف كل الناس بخير. أكيد يا أسامة لو حابب تعقب يعني ربنا يسرها طبعا، ويعني كنا كل اللي متخوفين منه هي فكرة الإصابات، ويعني للأسف كده في إصابات، يا رب تكون إصابات بسيطة. والحقيقة يعني إحنا في القصة دي بنتذكر يعني مشاهد سلبية كتير جدا، ويعني عانينا منها كتير جدا، فيا رب يا رب يا رب كل المصابين يرجعوا يعني بسرعة إلى أهاليهم، وما يكونش فيه أي حاجة كبيرة، وإن شاء الله ربنا يسترها بغض النظر عن مباراة إلغائها من عدمه. القصة هي روح إنسان، روح شاب يعني أكيد أكيد كان جاي يستمتع بلعبة بيحبها، نتمنى أنه يرجع بيته سليما معافى في أسرع وقت يا رب يا رب. وإن شاء الله خلال الحلقة لو جات لنا أي أخبار ممكن تطمئنكم هنقدر على طول يعني نتواصل معكم ونطمئنكم إن شاء الله. إن شاء الله عشان بإذن الله إحنا أكيد في الموضوع ده هيكون في أي وقت وإحنا شغالين في الحلقة معاكم، لو جالنا أي معلومة أولوية لازم هنوافيكم تباعا بيها، وإن شاء الله بإذن الله الأمور تروح لحتة كويسة. مهم بقى نرجع معاكم لإزاي تم ممارسة ضغوط إعلامية. الموضوع بدأ بتصريح من أحد المسؤولين في النادي المنافس بيتكلم عن فكرة ضرورة إن جمهور نادي يصوت للاعبين، لأن ده بينعكس على الشعبية وبينعكس على الرعاية وبينعكس على أمور كتير. من هنا بدأت تتبلور مخاوفنا إن لا الموضوع فيه مشكلة، والموضوع هيبدأ فيه ضغوط كبيرة جدا لإلغائه، لأن طالما اتخذ إن ده انعكاس لده والكتلة التصويتية للمنافس مش قادرة تتفوق على النادي الأهلي وده طبيعي، يمكن البعض داخل الملعب حاول يعمل حاجات يقرب القصة شوية، إنما خارج الملعب وفي أمور زي دي صعب التدخل فيها، جمهور النادي الأهلي لا ينافس ولا يقارن. فكان بالنسبة لنا هيبدأ لوبي إعلامي يشتغل، هتبدأ ضغوط وأذرع إعلامية تشتغل عشان تسمعوا اللي انتوا هتسمعوه دلوقتي من أحمد حسام ميدو. انتوا عارفين ان في كل ماتش بعد الماتش الرابطه بتختار مان اوف ذا ماتش او رجل المباراه، واللعيبه بتطلع اللعيب اللي تم اختياره بيطلع يختار بياخد جايزه رجل المباراه، والموضوع عادي. انما النهارده في الزمالك اللي حصل ان زيزو والزمالك رفض ان يبقى فيه لعيبه من عنده ياخدوا جايزه رجل المباراه او ان هو يستلم جايزه رجل المباراه. السبب الرئيسي ان اعتراض الزمالك على الشكل اللي معمول بيه تصويت الجايزه بتاع الجايزه بتاعه الاسبوع بتاع جايزه يعني جايزه لاعب الاسبوع، وبناء عليه زيزو خد تعليمات من امير مرتضى ان هو ما يطلعش ان هو يستلم الجايزه. وهنا انا دايما برضو بشوف اللي احنا بنعمله صح ولا غلط وايه اللي احنا المفروض نعدله. انا رايي ان موضوع جايزه لاعب الاسبوع ده لازم يتم اشراك الجماهير فيها، لكن اشراك الجماهير يبقى بنسبه صغيره، ويبقى في لجنه من اساطير كره القدم واساطير الدوري المصري يبقوا كلهم كل واحد بالرساله رساله بيبعتها لك بيقول لك رجل الاسبوع هو الشناوي هو زيزو هو ايا كان مين صالح جمعه لياو انور ايا كان مين، ويبقى في برسنتج او نسبه مبنيه على صوت الجماهير، لكن النسبه دي ما تعديش 10-15%. والاساطير دول مثلا 10 بيبعتوا يكتبوا كذا 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 كذا، وانت بناء على التصويت بتختار. انتوا هتلاقوا كل الامور ماشيه بسلام الى ان يبدا النادي الاهلي جمهوره يعمل له افضليه في حاجه، فنبدا نلاقي الاقتراحات والتصورات وكل ده بيظهر فجاه. ده مش وليد الصدفه، انت لازم تربط الكلام ده بحاجات تخص الرعايه من نفس الاعلامي ناقشها وكان بيتكلم فيها فيما يخص رعايه نادي مقارنه برعايه النادي الاهلي، فتبدا تلاقي وكان الموضوع كبير جدا. يا جماعه مع احترامي بكل احترافيه الرابطه قالت هذا امر عاملينه جماهيري، ايه علاقه اشراك النقاد بيه؟ يا سيدي اعمل جايزه
للنقاد زي تصويت كده رابطة النقاد الصحفيين موجودة في البريمير ليج اللي بتختار بيه لاعب الشهر يا أسامة. واحنا كلنا متابعين دوري انجليزي وعارفين في رابطة، وبالعكس بيكون في جدل برضو فيها وبتاع، ولكن اعمل كده رابطة النقاد بتختار لاعب الشهر، ما تختار رابطة النقاد ولا كل الاحترام وقتها اختيارها، انما دي حاجة معمولة ببروتوكول من اول الدوري ان هي متعلقة بتصويت الجمهور لحاجة تعمل فاعلية وتفاعل مع الرابطة. ايه علاقة ده ان نشرك معاه نقاد ونخلي الجمهور ليه نسبة؟ دي حاجة جماهيرية، عايز تعمل حاجة بالآلية دي اعملها بعيدا عن الشيء الجماهيري. والمهم يا جماعة، وانا بقى عايز اتكلم بأمانة وصراحة ومباشرة في النقطة دي، لاعبنا الكبير كابتن محمد صلاح اللي كلنا بنفخر بيه كمصريين، وده طبيعي لان مقارنه بحاجات كتيره واخفاقات كتيره للكره المصريه، الراجل ده لازم نعترف ان هو بيعمل دور كبير جدا في الكره المصريه والاسم مصر رياضيا، ده شيء بالنسبه لي لا يخضع للشك. ولكن لما فاز بجائزه افضل لاعب في العالم بتصويت الجمهور من شهور قليله جدا وراح في الامارات الشقيقه تسلم الجائزه، انا ليه ما شفتش حد طلع يقول اصل الجايزه ومنطقيتها وليه ما نعملش وليه الجايزه دي ما اختاروش معاها بعض النقاد وليه بالنسبه لنا هي بتصويت الجمهور، وازاي بنزيما عامل الموسم الكبير ده وازاي ميسي وازاي بينافسوا على الجوائز وازاي محمد صلاح كان ترتيبه كذا هنا؟ عادي جدا الناس اتعاملت يا جماعه بمنطق الجايزه، منطق الجايزه المجرد والمباشر ايه؟ تصويت الجمهور، تصويت الجمهور. يبقى كابتن محمد صلاح لما ياخد الجايزه هو خدها وفقا لمعاييرها المتعلقه بدور الجمهور في انه يكسبك الجايزه، لا تنتقص منه ولا تعيبه ولا تحتاج تنظير ولا تحتاج نقول اصل الجايزه دي كنا دخلنا فيها نقاد، الامر بسيط جدا والناس كلها قالت تمام وحلو وبرافو وكلنا اشدنا بالموضوع ونزلناه على صفحاتنا واحتفلنا بيه، عادي جدا. لما بيجي الموضوع عند النادي الاهلي ما بيبقاش عادي، بنبدا عشان اسباب كتيره جدا واعتبارات احنا عارفينها نبدا نقول احنا زعلانين وتصرفوا يا اما هنبوظ الجايزه دي، وعشان كده هنفضل طول الوقت دي قضيتنا مش عشان جايزه ولا عشان اختيار النادي الاهلي، قيمته وقيمه لاعبيه كبيره جدا، ولكن عشان مش مبدا كل ما هو للاهلي تفوق فيه يتم محاوله تغييره او محاوله نزع الافضليه دي من النادي الاهلي. هو موضوع يعني اتكلمنا فيه بشكل كبير جدا ان هو مرتبط بقصه الرعايه، والغريب ان يجي على لسان ميدو اللي كان من فتره بيقول انا ليه ما اخدش رعايه زي النادي الاهلي، انا شعبيتي زي شعبيه النادي الاهلي. فموضوع يعني كشف القصه دي، واي تصويت بيكشف القصه دي، وبالتالي وصل حاله من الياس لبعض الاعلاميين عن قصه ان افضل لاعب في الجوله يكون خارج النادي الاهلي. تعالوا نشوف الكابتن خالد غندور قال ايه عشان عندنا تعقيب مهم جدا بعد الفيديو. لازم يكون من معايير، اولا خمس لعيبه قدامه من جميع الانديه، واحد زملكاوي واحد اهلاوي واحد اسماعيلاوي واحد محلاوي واحد اسواني واحد يعني كده تمام، خمسه من كبار نقاد شيوخ النقاد الرياضيين تمام، معاهم اتنين شباب من نقاد الرياضيين شباب، فاهم قصدي؟ عشان يبقى فيه كل ال نمره ثلاثه محللين اللي بيقعدوا يتفرجوا على الماتشات، كمان يكون في ناس بتروح فنيين اللجنه الفنيه داخل اتحاد الكره او رابطه الانديه يروحوا يتفرجوا على الماتشات بنفسهم، وعلى هذه الاسس كمان 10% للتصويت الجماهيري 10% فقط، وعلى هذه الاسس اللي انت بتحطها والمعايير بتختار في الاخر مين لاعب الجوله، لكن انت سايبها عايمه كده وخلاص كده. ما انت ممكن مثلا تلاقي لاعب الجوله في ال 34 اسبوع 32 من الاهلي وتلاقي في الاهلي طلع الثالث في الاخر. طب ايه المنطق في ده يعني؟ والله يعني الواحد لو عايز يصغر عقله هيرد على قصه تلاقي 32 اسبوع يطلعوا من الاهلي وتلاقي الاهلي يطلع ثالث، الاهلي بيطلع ثالث كل 30 سنه، يعني الاهلي في بطوله الدوري هو الرقم القياسي اللي بيضاهي ضعف عدد انديه الدوري مجتمع تقريبا بما فيهم نادي الزمالك، ولكن القصه مش هنصغر ليها بالشكل ده. القصه بوضوح ان الناس دي عندها ازمه حقيقيه مع جايزه هي جايزه جماهيريه، يعني اللاعب ده لا بياخد درع ولا بياخد اي جايزه ولا بياخد اي مقابل مالي ولا بياخد اي حاجه تذكاريه، كل اللي هو بياخده دعم جماهيري فقط لا غير، وبالتالي هي دي الازمه الحقيقيه. وهنا لازم نقول ان قصه الناس دي كلها مع شعبيه النادي الاهلي، مع رعايه النادي الاهلي لا اكثر ولا اقل. نشوفكم بعد الفاصل، والاهلي خط احمر.